حضرات السادة الأفاضل، حضرات السادة الحضور، أهلا بكم في ليلة جديدة مع الليلة مع يزيد. نحب طبعا نرحب بالقائد بتاعنا، القائد سلطان. يا مسلطان يا مستر سلطان، مستر سلطان ليلة سبع سلاطين زي ما خلاص. عد عد. شكرا شكرا. طبعا تحية كبيرة للقائد بتاعنا اللي معيشنا في أحلى كمباوند في الدنيا. ونبتدي النهاردة أولى فقراتنا مع الميجا ستار، المطرب اللبناني اللي جاي يمشي من بيروت، الفنان ابن الشحرورة. البنات البنات صار عصير البلاعات، غنوا يا شغالات طفاتي في طفاتة. البنات البنات شكرا شكرا. ودي هدية من البرنامج بتاعنا، هدية صغيرة كده لنجمنا. اتفضل بره يا ابن الشحرورة بره. وهنبتدي النهاردة دلوقتي فقرتنا اللي كلكم مستنيينها، المسرحية الهادفة المقصودة الموجهة، مسرحية صراصير البلاعات. الو، ايوه مين معايا؟ عايز مين؟ مدام ميرفت اجيبها لك حاضر. يا مدام ميرفت، يا مدام ميرفت. ايوه. شبه القاعده الغبيه بتاعتهم. بنتي يا سمر، مين اللي على التليفون؟ ده شربيني هانم يا ميرفت بيه. ايه؟ قصدي شربيني بيه يا ميرفت هانم. خرب بيت دي كوميديا وسعت. هم صفات اغبياء كده فعلا. الو، ايوه يا شربيني، انت فين يا جامد؟ انا قاعده انا والبنات زي الكلاب، مش عارفين ناخد اي قرار. انا عايزه راجل يشكمني ويحكمني، يحكمني ويشكمني، يحكمني ويحكمني، يحكمني ويشكمني، يحكمني ويشكمني. بس 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 يحكمني ويشكمني وينفخني، يحكمني ويشكمني، ينفخني ويحكمني. ايوه يحكمني ويشكمني، بس 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 بس. الو، ايه شربين؟ طيب يلا سلام وسلم لي على البتنجان. سلم لي على البتنجان وعم شعبان. يحكمني ويشكمني وينفخني، يحكمني ويشكمني، يشكمني ويحكمني، يحكمني ويشكمني، يشكمني ويحكمني. مش قادر، يحكمني ويشكمني. تعبان.